ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا، رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، اشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، وكمان تفعلي علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. وكمان هسيب لك لينك التيك توك والانستجرام في الديسكريبشن بوكس او في اول تعليق مثبت، اعملي لي فولو هناك عشان بنزل فيديوهات قصيره للبشرة والشعر وريفيوهات بس مختلفة تماما عن اليوتيوب. يعني الموضوعات اللي انا بتكلم عليها هنا اكيد مش هتكلم عنها في اليوتيوب، لاني حابة ان انا اكبر كل ابليكيشن بمحتوى خاص بيه. تمام، فيديو النهاردة هجاوب على اسئلة كتير اتسألت عليها، وهتكلم في موضوع يعني اتسألت عليه كتير جدا، وانا عارفة انه هيفيد كل بنوتة عايزة تنظم حياتها بعد الجواز، وعايزه تخلي حياتها بعد الجواز زي حياتها قبل الجواز. طب خلينا متفقين ان النقطه دي مش هتتم تماما او مش هتتم 100%. ليه؟ ان حياتك قبل بتكون ما فيهاش اي مهام، او ما بتكونش مثلا فيها مسؤوليات لازم تعمليها النهارده. حياتك بعد الجواز فيها المسؤوليات دي. طب انا ازاي بنظم وقتي؟ انا هقول لكم ازاي انا بنظم وقتي، يمكن انتوا تستفادوا من الموضوع ده وتعملوا على الاقل شويه من الحاجات اللي انا بعملها. بصوا، طبعا انا هتكلم عن تجربتي اللطيفه الجميله. يعني انا اول ما بصحى من النوم اول حاجه بعملها هو اني بشوف ايه اللي بايظ في شقتي من غير فطار ومن غير اي حاجه. هتقولولي غلط، لازم تفطري الاول. ما بعرفش افطر طول ما المكان جنبي مش نظيف او بحس ان الدنيا متلخبطه. طب انا ازاي هيجيلي نفس ان انا مثلا اوضب او اعمل اي حاجه واعمل فطار والدنيا حوالين مني متدربكه؟ على الاقل بنظف الاوضه اللي انا فيها. يعني مثلا لو نايمه في اوضه الاطفال بصحى برتب اوضه الاطفال وبكنسها، لو نايمه في اوضه النوم بظبط اوضه النوم وبرده بكنسها. ليه؟ ليه بكنسها كل يوم؟ لان التراب الصغير او الشعر اللي بيقع مني او الوبر بيخلي شكل الاوضه كانها مش نظيفه. لو سمعت صوت تزيق ده من باب الشقه عشان هو الهوا بيزقه كده النهارده في هوا وصفه كده. فبنضف المكان اللي انا قاعده فيه، وبعد كده بقوم اعمل لنفسي فطار. بعمل لنفسي فطار، اي نعم باكله وانا لوحدي بقى وانا بائسه وكده. في البدايه بتواجهي صعوبه في الموضوع، بعد كده بتتعودي ان انت تفطري لوحدك وتاكلي لوحدك. الاول بتبقي متعوده انك وسط اهلك، بس بعد كده بتتعودي واحده واحده. تمام، بعد ما بعمل فطار لنفسي ببدا اشوف ايه اللي بايظ في شقتي تاني. مثلا النهارده هكنس الشقه كلها، ده اللي عليا. تاني يوم ما بكنس الشقه كلها، انا كده كنست الشقه كلها وظبطتها، بكنس المكان اللي انا فيه بس. فبعمل مهام بقى، مثلا النهارده كنست الشقه كلها، طيب بكره همسح كل الازاز وكل الخشب. طيب مثلا ممكن يوم اقوم جايه عامله ايه، لا ده انا مثلا هرتب اماكن في ملخبطه او انا لخبطتها، زي مثلا دولابي. انا لسه مرتبه دولابي من يومين، كل ما بلخبطه برتبه وبشوف الاولويات وايه اللي هلبسه الايام دي وايه اللي انا ما بلبسوش وايه اللي انا ممكن اديه لحد وايه اللي انا عايزه اشتريه. بشوف برده دنيتي عشان ابقى يعني جاهزه لاي طقم في اي وقت. تمام، مثلا النهارده مثلا ممكن امسح البوتاجاز والمع المطبخ، المع الحمام تاني يوم، على حسب بقى الحاجه اللي متلخبطه في الشقه اللي انا شايفه انها سيئه جدا ولازم الحقها قبل ما تبوظ اكتر. فببدا ان انا اعمل كده. كل ده بياخد معايا مثلا، ممكن اخلص كل ده على الساعه 5، ببدا ان انا اقعد بمسك النت بشوف الفيديوز بتاعتي، بنزل لكم الفيديوز اللي انتوا يعني بتطلبوها، بنزل الفيديوز على التيك توك على الانستجرام، بظبط وقتي. يبقى انا كده اول حاجه عملتها في يومي ان انا خلصت شقتي. طبعا بصلي، وبعد كده ببدا ان انا اشوف هتغدى ايه. على حسب الغدا، انا عامه بطبخ بالليل وده لسه هكمل لكم في التنظيم. بس بتغدى ايه؟ بتغدى اي حاجه موجوده عندي في الثلاجه او اكون انا طالباها من مرون قبليها بيوم بحيث تكون جاهزه عندي، بطلعها وبتغدى. تمام، اي حاجه بقى، بصبر نفسي مش باكل لحمه وفراخ وكده، لا باكل اي حاجه، ممكن بيض، ممكن جبنه، جبنه مثلا بلبن، بسكوت، فاهمين؟ بعمل اي حاجه كده، المهم ان انا اتغدى اي حاجة وخلاص. تمام، بعد ما بتغدى بشوف حاجة تانية اعملها في الشقة على حسب نفسيتي. لو قبل ان انا اعمل حاجة كمان بعملها، مش قبلة ومخنوقة وعايزة اقعد، بفضل قاعدة على السوشيال. فانتوا شايفين قد ايه بقعد على السوشيال؟ لا يعني خلصي الحاجة اللي وراكي وبعد كده هتلاقي ان انت عندك وقت طويل. تمام،
ببدا طبعا. طب هتقولي لي كل ده انت ما عملتيش سكين كير ولا هير كير ولا بادي كير، طب انت بتعملي كل ده امتى؟ ما انا جايه لكم بقى، ما انتوا لو تصبروا يعني وتسمعوا الفيديو للاخر هتعرفوا. بعد بقى ما خلاص انا قعدت بقى سوشيال وماليش نفس ان انا اعمل حاجه في الشقه وماليش نفس ان انا اعمل اي حاجه اصلا، بفتح التلفزيون عشان يديني حس، في نفس الوقت بكون فاتحه التليفون اكلم حد، اهزر مع حد، اكلم صحابي، اكلم ماما، اكلم قرايبي، اكلم اي حد، المهم ان هو يشغل وقتي في اللي هي ايه من الساعه 7 ل 9 كده يعني. الوقت ده عندي بيبقى ايه فاضي جدا، ببقى عايزه حد ان هو يكلمني وكده، تمام، اجاوب على اسئله، اجاوب على الكومنتس بتاعتكو، يعني بعمل حاجه المهم اللي اشغل الوقت ده. بعد كده ببدا ان انا اطبخ، بطبخ الساعه 9 بالليل او 10 بالليل. طب هتقولوا لي ده وقت متاخر جدا، مهم روم بيجي الساعه 2 بالليل وهو ما بيحبش الاكل غير وهو طازه وسخن، فبضطر ان انا بطبخ مثلا من الساعه 9 او 10 بالليل. ببدا بقى بالحاجه اللي بتاخد سوا، يعني مثلا لحمه، فراخ كده، ببدا بالحاجه اللي عايز تتسلق. وفي نفس الوقت انا كنت الاول بعمل حاجه حاجه، دلوقتي ممكن اعلق على كذا حاجه على النار عادي، يعني بقيت اعرف انتبه شويه، تعودت بقى وكده ان انا يعني اعمل. ممكن الاكل كله كان ياخد معايا الاول 4 أو 5 ساعات، دلوقتي ممكن ياخد مني بالكتير قوي ساعه ونص ساعتين. لو اللحمه بتتسلق، اللحمه بتاخد ساعه عبيت ما بتتسلق يعني، او بسلق الفراخ او كده. فبدات ان انا واحده واحده اسرع من الموضوع، تمام. اول ما الاكل بتاعي بيخلص وبيتظبط بغطي على الاكل واقوم جايه ايه حطاه كده على البوتاجاز، المع البوتاجاز بتاعي، اغسل المواعين، اظبط الدنيا في المطبخ، واقوم عامله ايه بقى داخله عامله سكين كير وهير كير وبودي كير. طيب انا بعمل سكين كير مره في اليوم اللي هي المره اللي بالليل، ليه؟ لان انا ما بخرجش اصلا، ما بخرجش كتير، لو خرجت بعمل سكين كير صباحي وسكين كير ليل. طيب لو ما خرجتش وعادي قاعده طول اليوم في البيت، فبعمل سكين كير مره واحده بالليل، بحط طبعا المرطب، غسول، تونر، الحاجات اللي انا هعملها يعني، فيتامين سي، هيالورونيك اسيد، على حسب الروتين اللي انا عاملاه لنفسي، تمام. وانا كلمتكم عن الروتين ده 3000 مره وفيديوهات كتير. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل هير كير. انا بحط سبراي علاج تساقط، ببدا ان انا اسرح شعري، ارطب شعري، اظبط شعري، اشوف ايه اللي شعري عايزه واعمله له يعني، تمام. وبعد كده ببدا اعمل البودي كير، والبودي كير من اهم 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 الخطوات. لو انت متزوجه لازم ترطبي جسمك كويس، لازم تهتمي بجسمك، لازم تعطري جسمك، لازم تحطي ديودرنت، لازم تحطي بيرفيوم، لازم تحطي الحاجات اللي تخلي ريحتك حلوه، تحطي باودر جسم، تحطي معطر الاماكن الحساسه، لازم تعطري جسمك كامل لو انت متزوجه، ودي من اهم النقاط. ومش يوم او يوم، لا لا، ده بصوره يوميه، انا بكلمكم في الواقع بصوره يوميه، ما تقوليش لا النهارده يعني انا تعبانه مش عارفه، لا ده من اهم الحاجات. انت ممكن تهملي اي حاجه تانية الا ريحه جسمك ونظافه جسمك، تمام. بخلص كل ده في ساعه وربع بالكتير لو انت بقى بطيئه. فلما بخلص كل ده كده انا يومي بيقف، تمام، بستنى مرون يجي، بحط الاكل، وهكذا 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 كل يوم على هذا الموضوع وهذا القلق اللي في حياتي يعني. هو ده بقى المفروض عليكي يعني. قبل كده انت ما كانش مفروض ان انت تقومي تطبخي او تغسلي او تكنسي او توضبي الشقه، كنت بس بتعملي المهام بتاعت جسمك، بشرتك، شعرك. دلوقتي انت عندك مهام من الواجب عليكي ان انت تقومي بيها، فاهمين قصدي ايه؟ فبس كده يا حلوين، ده كده تنظيم الوقت بتاعي طول اليوم. اتمنى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تعملولي لايك وكومنت واشتراك للشانل طبعا، وفولو على انستغرام وتيك توك. يلا جدوى حلوين.